بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط
ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين أو فقيرا فالله أولى بهما فلا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله ومن
وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. انتصاري.